وهذا فيما بأيدي وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه. هذا التراث كله لابد أن نقضي عنه، وهذا الذي فعله. يعني بني أمية واقعا قاموا بدور جبار في هذا المجال، وما وصلنا إليه لا النذر، ماذا النذر؟ قليل جدا، وإنما فتحوا المجال لأمثال وعار السلاطين وأمثال أبي هريرة أن يقولوا ما يشاء، بل إعدام لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، لأن الناس ما يعلمون هذول اللي صوروا هذول شنو. ما هذا واحد من أئمة النهج الأموي اللي يقول هذا الكلام. الذهبي يكون في علمكم، هاي مدرسة ابن تيمية، هذه كلها مدرسة ابن تيمية. يعني ابن تيمية ومن بعده من أمثال ابن كثير والذهبي وابن حجر العسقلاني و و و هؤلاء كلها مدرسة، ماذا؟ مدرسة واحدة مع الاختلافات التي بينها. قال: وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحد العلماء. لابد نكتم هذا، ما نقول لأحد. وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم حتى يعلم ماذا جرى، أما هذا مو من حقه أن يجي يقول شنو للناس. ولذا أنتم تجدوا أنه إحنا 5% مما ينبغي أن يقال على الفضائيات في هذا برنامجنا مطارحات وأطروحة أثر هذا التأثير، ويطمئن أنه إحنا بين يوم وآخر، بين أسبوع وآخر عندنا مشكلة. سيدنا ليش فلان جملة؟ ليش فلان كلمة؟ وآخرها ما جرى قطع البر، وآخرها الضغوط اللي صار انقطع كل البرنامج. أول قطعوا الأطروحة المهدوية، والآن انقطعوا ماذا؟ المطارحة. لماذا؟ لأنهم يعلمون الناس وطعن المسلمون لو علموا ما في هذا. ولذا أنا مرارا ذكرت، قلت لا توجد عندنا مشكلة مع المسلمين، المشكلة مع من؟ ها؟ المشكلة مع من؟ المشكلة مع الرؤوس، مع العلماء، بل المشكلة حتى في أوساطنا العلمية، حتى الحقائق ما لا يسمح لها بالبيان. أنا تعلمون منهج ليس منهج لا سمح الله سب وإهانة وإسقاط، أبدا أبدا مو منهج، بل كامل الاحترام، ولكن كامل الاحترام مع بيان الحقيقة. يقول